هل تجوز الزكاة من الأب للابن؟ إذا كان الابن تحت رعاية الأب ولم يبلغ فلا تجوز الزكاة له، لأن الأب ملزم بالإنفاق عليه. أما إذا تزوج الابن وأصبح في معيشة مستقلة فالأب حينئذ لا تلزمه الزكاة عليه، لا يلزمه الإنفاق عليه. والقاعدة أن من لم يلزم من يلزم القاعدة أن من يلزمك الإنفاق عليهم لا يجوز لك أن تخرج الزكاة فيهم، لكن هذا لا يلزمك الإنفاق عليه فجاز إخراج الزكاة له. بسم